عشان بالله ما قرب زين لقيت خيام منصوبات. نزلت سألت قلت له ما في مسجد؟ قالوا لي جت فيه بكلهم هم الأربعة. سلمت أمر الله الحمد لله. قبل السيل كنت عايش حياة سعيدة أنا وعيالي وقاعد على عيالنا نربي فيهم من 16 سنة لين كملوا الجامعات. وليلة الكارثة هذه أنا ما كنتش موجود، كنت في مصر. كنت على أساس أني أنا وأخذهم شيلة من مصر لأن البنات نبي نأسس لهم لأن شهر 9 الجواز نتاعها. بعدين جاء الإعمار قالوا لازم هذا نصين، وقلت لهم باهي صين. بعدين جاء واحد اسمه سعد الزوي قال لي لا لا حوشك هذا ولا يمكن يصين، أنا بدي لازم نهده ونبني لك. قلت له باهي اللي تديره بس ما تخلينيش في الشارع. قال لي لا نعاهدك أن نهده لك ونبني. فعلا في ميعاده هده وبنيه.